شاهندة مش اسم إماراتي، ولكن هذا يعبر عن مجتمع الإمارات. عادة الاسم يعبر عن موضوع، يعبر عن مضمون، خاطرة عفوية، رغبة في التعبير عن واقع كان في المجتمع وتم نشرها في 73. أنا حياتي شوي مختلفة، كنت درست في المعهد الديني في الأول، ثم انتقلت إلى الدراسة العلمية، فدخلت الدراسة النظامية في القسم العلمي، ثم درست هندسة. هذه القطاعات كلها اهتماماتي الثقافية والدينية والأدبية والهندسة بقيت عندي. لما بدأت عملي بعد الدراسة، عملت فترة قصيرة في دائرة البترول، ثم انتقلت إلى دائرة الإعلام. هذه المكونات هي اللي أوصلتني إلى بدايات الكتابة. العمل السياسي أكثر ما يحتاج إلى الثقافة. الإنسان حينما يكون مثقف ومطلع على تاريخ الثقافة وتاريخ نشأة الدول وتاريخ انهيار الدول وعلم الاجتماع وعلم الآداب، يكون أكثر قدرة على أداء مهمته في الأعمال السياسية. هذا تكريم مميز وتكريم مهم، لأنه تكريم من شخص يقدر الثقافة، فكان هذا طبعا شيء يفرحني وشيء يسعدني وأقدره. وأنا يعني كشخص في المجتمع ما أعتقد هذا تكريم لي كشخص، ولا أنا في المجتمع تأثيري فردي، المجتمع هو اللي يؤثر، هو اللي يعطيك، هو اللي ينميك، هو اللي يساعدك، وهو اللي يخلق منك الشخص اللي أنت فيما بعد لما يجي حد يكرمك كأنه يكرم المجتمع، يكرم البيئة، يكرم الإمارات. ولذلك نحن الحمد لله بالجيل المثقف وبالكتابات المثقفة، نحن الآن معدل التطور ومعدل النمو في مجتمعنا سريع